عوضت الأسهم القيادية اليوم في البورصة المصرية بعض المكاسب والتراجعات التي منيت بها على مدار جلستين سابقتين أوصلتها لأدنى مستوياتها من 3 أشهر لنصل إلى مستوى 7346 كأعلى مستوى اليوم بالنسبة للأسهم القيادية، لكن عدنا لنقلصها إلى حدود 7250 نقطة كاسبين 16 النقطة المئوية. قلصت كذلك الأسهم الصغيرة والمتوسطة من المكاسب وتراجعت مع نهاية الجلسة ب 17. الفيفتي كذلك عاد ليكسر مستويات ال 1300 نقطة وال 100 بحدود 10 النقطة المئوية. بطبيعة الحال رأينا اليوم أيضا التباين واضح كان على الأسهم القيادية بشكل كبير. بمنتصف الجلسة رأينا المكاسب على البنك التجاري الدولي الذي استعاد مستوى ال 41 جنيه 22 قرش، عاد أيضا ليكسرها من جديد اليوم أعلى مستوى 42 9 جنيهات لنستقر عند 40.75. المصرية للاتصالات وصلت المكاسب ب 16 النقطة المئوية اليوم. عملية بحث الدعوى المقامة لبطلان بيع 20% من أسهم المصرية للاتصالات وأغلق عند 8 جنيهات 30 قرش. إعمار مصر تراجع. النساجون الشرقيون أيضا على تراجعات واستقرار لعامر جروب دون مستوى 29 قرش عند 28 اليوم تراجعنا. لكن رأينا باقي الأسهم العقارية جميعها على تراجعات دون استثناء بعض المكاسب. مدينة نصر اليوم تراجعت بحدود 2% بعد ما ذكرت الشركة بأنها تسير في إجراءات فصل شركتين تابعتين لها. مصر الجديدة أيضا كان متراجع بقرابة 16 النقطة المئوية على الرغم من إعلان الشركة بأنها باعت محلات في هيليوبولوس الجديدة بقيمة 6,600,000 جنيه مصري. وبالتالي إذا الصورة بقيت سلبية على الأسهم العقارية حتى طلعت مصطفى خسر قرابة 1%. بالتصريحات الخاصة لسي ام بي سي عربية تابعنا الحديث مع الرئيس التنفيذي لشركة جهينة للصناعات الغذائية سيف ثابت الذي ذكر بأن شركته وضعت خطة لاستثمار نحو 640 مليون جنيه في السوق المصرية خلال العام الحالي، متوقعا خلال لقاء مع سي ام بي سي عربية أن يصل حجم النمو في أعمال الشركة خلال 2016 إلى أكثر من 20%. السنة دي عندنا استثماراتنا 640 مليون جنيه خلال 2016 منقسمة بين هنبتدي من أول القطاع الزراعي في الأساس الإنتاج الحيواني بنكمل من الأبقار الحلاب بتاعتنا احنا وصلنا 1500 بقرة حلاب لحد دلوقتي على آخر 2016 إن شاء الله يبقى معانا 4000 بقرة حلاب. ننتقل للقطاع الصناعي فاحنا مستثمرين برضو في تزويد خطوط الإنتاج بتاعتنا سواء إذا كان في اللبن أو في العصير أو في الزبادي زودنا الطاقة الإنتاجية بتاعتنا. والحاجة الثالثة في فروع البيع أو فروع اللوجستية زودنا عدد فروع البيع بتاعتنا وصلنا دلوقتي 31 فرع بيع السنه دي بس 3 ما بين استبدال فروع حاليه واستثمار في فروع جديده. استثمرتوا قد ايه من 640 مليون الى الان؟ يعني احنا ماشيين تقريبا 40% منهم. نتائج الاعمال في 2016 متوقعين النمو فيها يكون قد ايه؟ ان شاء الله يبقى اكتر فوق 20%. حجم المبيعات تقريبا يصل لكم؟ ان شاء الله يقرب ل 6 مليار جنيه مصري ان شاء الله. كل المنتجات اللي بتنتج عشان كله 100%. اليوم ايضا قضت محكمه القضاء الاداري في مصر ببطلان اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه بين مصر والسعوديه واستمرار السياده المصريه على جزيرتي تيران وصنافير. كانت مصر والسعوديه وقعتا في ابريل الماضي اتفاقيه لترسيم الحدود البحريه بين البلدين، واعلنت خلالها الحكومه المصريه ان جزيرتي صنافير وتيران تابعتان للمملكه وتقعان في المياه الاقليميه لها. للحديث أكثر حول تداولات السوق ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أستاذ إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية. أهلا بك معنا أستاذ إيهاب. ما حدث اليوم من ارتفاعات وفاقت 125 نقطة مع تجاوز 7300 نقطة، هل كان له علاقة بهذا الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية بعملية إلغاء ضم تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما اعتقدش ان الخبر كان له اثر كبير على التداولات النهارده. يعني زي ما حضرتك عارف السوق بقى له 8 جلسات بينخفض بشكل متواصل. يعني بعد موضوع فشل صفقه بيلتون سي اي كابيتال وبعدين رفع الفائده من قبل المركزي في حدود 100 نقطه اضافيه تقريبا الرفع دلوقتي للمره الثالثه على التوالي لحوالي 3%. كل هذه الاخبار السلبيه يعني دفعت سوق لخساره حوالي 9% مؤشر يجي اكس 30 واقتربنا بالامس من مستوى 7366 وده يمكن كان ادنى مستوى من حوالي 3 شهور.
فطبيعي جدا ان بعد التراجعات الحاده دي يحصل نوع من الارتداد التصحيحي. انا ايضا اللي شفناه في جلسه النهارده وكان بدا مع نهايه جلسه امبارح الحقيقه، لكننا مع اقترابنا من مستوى مقاومه جديد عند 7350 نقطه اللي كان مستوى دعم في السابق، طبيعي جدا ان احنا نشوف عوده القوى البائعيه ثاني، وده اللي حصل بالضبط مع النص الثاني من الجلسه. فقد المؤشر تقريبا نصف مكانه بالصباحيه وقفل على 7250 نقطه، ومن المتوقع انه يفتح ايضا في جلسه الغد متراجع في حدود 70 او 80 نقطه في بدايه التعاملات، ثم يبدا نوع من التماسك مره ثانيه بعد اقترابنا من مستوى الدعم التالي عند 7100 نقطه. نعم، بس الواضح انه عمليه الدخول متمركزه فقط على الاسهم القياديه استاذ ايهاب، يعني حتى العوده للمكاسب للاسهم الصغيره والمتوسطه لم تكن بنفس السرعه يعني استجابه لعمليه التصحيح. بالضبط زي ما حضرتك اشرت كده، لان امبارح الاسهم اللي بدا يظهر فيها نوع من الارتداد هي بالفعل الاسهم القياديه، سواء البنك التجاري الدولي، المجموعه الماليه هيرمس، مجموعه طلعت مختص. لو شفنا النهارده مع الاغلاقات اللي حصلت في اخر الجلسه هنلاقي تقريبا نفس الاسعار اللي قفلنا، او اللغات اللي احنا وصلنا اليها في جلسه امبارح هي تقريبا اللي احنا قفلنا عليها. فيعني حتى المكاسب اللي تحققت في نقدر نقول في منتصف جلسه اليوم المؤشر او الاسهم اتفقتها مع نهايه الجلسه وقفلت تقريبا عند نفس المستويات اللي قفلنا اللي وصلت لها في جلسه امبارح. لكن مما لا شك فيه طبعا ان مؤشر الاي جي اكس 40 متاثر بشكل كبير من الاسهم اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده الغير نشطه، واللي بتشكل وزن نسبي كبير عليه، واللي خلته يتراجع بشكل حاد هو الاخر الى مستوى 350 نقطه، ومن المتوقع ان هو يلقى مستوى دعم قرب مستوى 346 او 48 نقطه في جلسه الغد ان شاء الله. واشكر لك طبعا هذه المداخله استاذ ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركه اصول لتداول الاوراق الماليه، كنت معنا مباشره عبر الهاتف من القاهرة. بهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية كلام أسواق تباين للمؤشرات المصرية، وتبقى المكاسب على الأسهم القيادية. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.